الغناء حلال أم حرام؟ قال أنا لا أحرم إلا ما حرمه كتاب الله. أمين يقول لك؟ ابن عباس. قال إذن هو حلال؟ قال لا أحل أمرا وشيئا إلا إذا أحله كتاب الله. رجل اندهش من الإجابة، قال إذن ما الأمر فيه؟ قال أعلمك، خلي أعلمك شوي. إذا صار يوم القيامة ورأيت الحق والباطل، ترى الغناء يقف مع من ويا من يقف؟ قال مع الباطل. قال اذهب أيها الرجل فقد أفتيت نفسك. مش أنت بعد أفتيت نفسك؟ بعد ما يحتاج أنا أفتيك؟ شوف